السلام عليكم البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، الماسك ديال اليوم حصري لاول مره في قناتي، ما غتلقيه حتى في شي قناه، والحمد لله كاع الوصفات ديالي ما كاينينش في شي بلاصه اخرى، وكاينين القنوات حتى هما تيحطوا وصفات زوينين، وكاينين القنوات اخرين الله يهديهم الله يهديهم، هما اللي عندهم الزهر ما شاء الله. المهم سيدتي، الماسك ديال اليوم غزال غزال غزال، ازاله التجاعيد ومبيض سيدتي ومبيض. عرفتي مع هذا الصيف هذا الشمس ما كتخلي فينا البشره، ما تخلي في البشره ديالتنا ما يتشاف، وجهنا تيولي كحل حالته. المهم اننا غادي نبيضوه ونرجعوه تيشقشق هكا كيدير غزال. شوفي سيداتي، اليوم غادي نحتاج الحليب، حليب عادي، غنحتاج دقيق الفرس اللي هو دقيق الفارينة، نقولو دقيق الفارينة، دقيق الفرس بحال الرطب اللي كنديرو به الكيك والحلويات، الأبيض هو دقيق الفارينة. والمهم عندي هنايا لي ما يمكنش ليكم ما عندكمش المكون، خليته يكون عندكم وديروه، ما تقولوش يا باش نعوضوه، لان جد مهم جد مهم، هو الطماطم المركزه، هو الطماطم المركزه ماشي الطماطم العاديه، طماطم المركزه. ملي تنقولوا مركزه يعني اكثر فعاليه من الطماطم اللي هي طازجة، يعني اللي هي عادية. سيدتي راه مبيضة ومزيلة للتجاعيد، غنية 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 بزاف بالفيتامينات، لان علاش؟ لان بالقشور ديالها اكثر، هنايا كاينين القشور باش كيصنعوا هاد، وكنعرفوا حنا القشره هي اللي كتجمع لينا جميع المكونات اللي تيكونوا في ديك الفاكهه او لا في ديك الخضره. سيدتي جربيها واخا نشكر لك انا حتى نعيا، جربيها وردي عليا الخبار، جد رائعه سيدتي، الطريقه جد سهله، غديري كلشي غتخلطي بيه مع الحليب. هانتي حبيبتي الطريقه، عندي ملعقه ديال الطماطم المركزه، ها هي عندي ملعقه ديال الطماطم المركزه، انا كنجيبها وكنحطها في المجمد، انتم راه باينه لكم هنايا بقى متلجة، كنجيبها كنحطها في المجمد دغيا دغيا بسهوله كتحيد كتهز. ها هي عندي معلقه ديال الطماطم المركزه، اي نوع، ماشي ضروري هذا النوع هذا، لا اي نوع من الطماطم المركزه. غادي ندير ملعقه، عندي هنايا من الطماطم المركزه ملعقه صغيره، غندير ملعقه كبيره من الدقيق الابيض، ملعقه كبيره من الدقيق الابيض، هذه ماشي كبيره بزاف، انا اصلا عابراها، ملعقه كبيره ديال الدقيق، كنخلط جيدا، شوفوا راه واخا نشكر لكم انا تنعيا، راه التجربه خير وبرهان، كنقول لك جربي حبيبه ديالي وردي عليا الخبار، لان الا ما جربتيش ما عمركي ما غتشوفي النتيجه، وما عمركي ما غتعرفي ان المصداقيه كاينه في داك الماسك، راه جد رائع سيدتي. المهم جربي، وعلى فكره هاد الطماطم المركزه كترطب البشره لواحد الدرجه ما تصوريهاش، لدرجه ان القدم ديالك القدمين الا كانوا حرشين وقاصحين، كديري الوصفه وكتزيدي معها السكر وكديريها في الرجلين ديالك، رائعه ومرطبه بزاف، لدرجه ان دوك القشور كيبداو ينوضوا كنتي كتحكيهم وهما كيزولوا بسهوله بسهوله، كيوليو رطبين رطبين بزاف، بحال كنتي كتكذبي بحال ما عمرهم كانوا حرشين، لها فوائد بزاف. ومن بعد سيداتي غادي نزيد الحليب، كنعرفوا ان الدقيق كيشرب، انا زدت هنايا تقريبا 3 المعالق كبار ديال الحليب، وغادي نخلط الخليط، مزيان حتى ما يبقاوش هاد الحبيبات هادو،
سيدتي طبعا هاد الماسك هاد غديري على شكل كريمي، تما يبقاوش هادوك الكويرات الصغيرة لهاد الشكل هذا. الوجه سيدتي يكون مغسول بماء شوية دافئ، من بعد سيدتي غنوضعو على شكل الصحيح اللي كنوريكم دائما من تحت للفوق. وكنقول للناس اللي مازال ما شافوش الفيديو ديال المساج ديال الكأس سيليكون، راه ما شافوا والو، لان كيديروا مساج بداك الكاس وكيديروا بطريقه خاطئه. كنتمنى انهم يشوفوه. سيدتي بارطاجي مع صحباتك، بارطاجي مع الناس اللي كتعرفي باش نزيدوا القدام ونعطيكم اكثر واكثر. قلت لكم الماسكات راهم بحر ما كيتسالاوش، والحمد لله الناس اللي تبعوا معايا وكيدخلوا عندي الانستغرام وتبعوا معايا البشره ديالتهم ولات زوينه وعجباتهم وشكروني بزاف. وتنقول لهم بصحتكم وراحتكم. سيدتي قلت لك الوجه يكون مغسول بالماء شويه دافئ باش المسام ديالي يتفتحوا. من بعد سيدتي كنحط الماسك على الوجه ديالي، كنخليه نصف ساعه. من بعد ما كنزيجيش ونزوله، لان اصلا فيه الدقيق هذاك، منين اي ماسك فيه الدقيق الا هو مرمم للبشره، كيشد ليا البشره. سيدتي كنفزق اليدين والوجه ديالي وكنبقى نخدم على شكل دائري بواحد الماساج خفيف، لان كل ما خدمتي الماسك ديالك كل ما خدمتي فوق واحد المساج خفيف الا استفدتي منه اكثر واكثر. سيدتي ما كنزولش الماسك بديك الطريقه ديال هكا كنقول لكم تبريمه وكنبدا نزول فيه بحال هكذا، لا، ماشي هو اليدين ولا الرجلين، هذا راه الوجه، هذا البشره عنده حساسه بزاف ديال هذا. وكل ما دلكتي البشره كل ما التجاعيد داروا بلاصتهم وتحفروا. سيدتي الوجه كيتخدم برفق، الوجه كيتخدم يعني تهلاي فيه بشويه بحال شي حاجه اللي غتهرس، بشحال شي حاجه اللي غتضيع منك، هكا كنخدم مع الوجه ديالي. من بعد سيدتي غادي نخدمه على شكل دائري ونغسل وجهي بالماء البارد، نغسل الوجه ديالي بالماء البارد. واي كريم مرطب عندك في البيت ديالك الا واستعمليه، اي كريم مرطب عندك في البيت الا واستعمليه. من بعد اي ماسك، هذه تنقولها لكم دائما، من بعد اي ماسك كريم مرطب استعمليه. سيدتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تبارطاجيو مع صحاباتكم، وما تنساوش التعاليق الزوينين ما تنساوهمش. والتجربه كيف قلت لكم خير وبرهان، والله العظيم كيستاهل التجربه، جربوه وردوا عليا الخبر وانا في الانتظار. مرحبا والف مرحبا مره اخرى. سيدتي السلام عليكم.